التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية، حيث استعرض سموهما جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والتطورات الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء أكد سموهما أن التعاون الدولي أصبح ضرورة في خضم التحديات التي تستوجب الحذر والتعامل معها بدقة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشيرين سموهما إلى أن الشراكة الدولية نجحت في وقف خطر الإرهاب، ومع ذلك ينبغي مواصلة التنسيق ومنع استغلال التكنولوجيا وتطور الاتصال من أجل تقويض أمن الدول والتأثير على مسارها التنموي. وأعرب سموهما عن الاعتزاز بما تتميز به مملكة البحرين من أجواء آمنة ومستقرة تفتح المجال أمام المزيد من التقدم التنموي والتطور، مؤكدين سموهما حرص الحكومة على تبني المبادرات التي تعزز هذه الأجواء الآمنة، يدعمها في ذلك ما يتميز به شعب مملكة البحرين من حب لوطنه وحرص على تعزيز أمنه واستقراره، وما يبديه دوما من مواقف مضيئة في صد أي محاولات للنيل من أمن الوطن واستقراره بوعي معهود وروح مسؤولية عالية.